ينضم إلينا في الاستوديو حميد غول شريفي الخبير في الشؤون الإيرانية. سيد غول، على ما تؤشر تصريحات أوباما ورد لاريجاني عليه؟ يعني نعلم بأن إيران هي قالت منذ فترة إذ تكون هناك تغيير إيجابي في السياسة الأمريكية سيكون هناك تغيير إيجابي من طرف إيران بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن يبدو تغيرت الأوراق، لأن رسالة أحمد نجاد إلى أوباما الذي كان يتطلب من الولايات المتحدة بتغيير سياستها في المنطقة جاء ردا سريعا، وهو بأن الولايات المتحدة تنظر على الملف النووي كما تنظر فيه الحكومة السابقة للولايات المتحدة حكومة بوش، ولهذا لم يكن تغيير جذريا في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، ولهذا لا أعتقد أن هناك سيكون تغيير جذري من جانب إيران تجاه الولايات المتحدة. ولكن ما الذي قاله أوباما يختلف عن ما قاله سابقا ليستدعي كل هذا الرد من الجانب الإيراني؟ أوباما قال سابقا بأنه يبدأ المفاوضات مع إيران دون أي شروط، وهذا يعني ورقة إيجابية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي منذ 3 عقود لها سياسة مقاطعة لإيران. وكذلك هناك عبرا على المقاطعة، في المناظرة الثانية قال أوباما نحن لن نسمح لإيران بأن تحصل على سلاح نووي، هذا من شأنها أن يغير وضع المنطقة ويشكل تهديدا لإسرائيل أكبر حليفة لنا في المنطقة وفي العالم، وسيخلق احتمالية وقوع السلاح النووي بيد الإرهابيين، حينها سنبذل جهدنا لمنع ذلك ولن نتخلى عن الخيار العسكري. وما قاله بالأمس بأنه لا يسمح لإيران بأن تمتلك السلاح النووي، هذا ليس شيء جديد. السياسة الأمريكية منذ عهد كلينتون وكذلك بوش كانوا يصرون على بأن إيران يجب أن لا تمتلك التقنية النووية حتى التقنية النووية السلمية، وهم يتطلعون بأن إسرائيل هي المصدر الرئيسي الذي يجب أن يتوجه إليها الولايات المتحدة. إذن لم يختلف موقف أوباما عن ما كان عليه خلال الحملة الانتخابية وما قاله بالأمس؟ صحيح، إن ما قاله في الأمس هو بأنه يبدو أن الولايات المتحدة تريد أن تضغط على إيران من طريق الحلفاء الجدد، لأنه قال من طريق المفاوضات مع إيران نستطيع أن نجعل ورقة ضغط أكثر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لردها عن التقنية النووية. وهذا النقطة الخلاف اللي موجود مع حكومة بوش. حكومة بوش كانت تريد المواجهة حتى المواجهة العسكرية مع إيران لفك إيران من برنامجها النووي، ولكن أوباما إذا كان موقف أوباما لم يتغير في الفترة الأخيرة ما بين حملته الانتخابية وما بين ما قاله بالأمس، لماذا هذا الرد الإيراني؟ وصف لاريجاني، يعني كان رد لاريجاني قاسي، وصف بأن أنه سيعتمد نفس السياسة الخارجية الأمريكية الخاطئة الذي كان يعتمدها بوش، وقال بأنه إذا أراد التغيير لن يكتفي بتغيير اللون، عليه أن يغير الاستراتيجية. نحن نعلم أن الولايات المتحدة لما يتغير رئيس السياسات والاستراتيجيات لم تتغير بل تتغير التكتيكات. وكما قاله أوباما وصرحه يوم أمس بأنه نفس التكتيكات الموجودة بالنسبة للحكومة بوش سيبقى على طاولته، ومنها المواجهة العسكرية. ولكن في نفس الوقت نحن نعلم أن الولايات المتحدة وأوباما شخصا طالب بأن تخرج القوات الأمريكية من العراق في مدة 16 شهرا، وإذا يخرج من أي برنامج وأي توافق مع البلدان المجاورة منها إيران وسوريا ستكون هناك خلل في التوازن القوى في المنطقة. ولهذا أنا أنظر بأن المصالح الأمريكية الإيرانية في خانة العراق ستذهب إلى مفاوضات، ولكن بنفس الملف المقطع. أيضا كلام لاريجاني بالأمس هو تذكير بهذه الملفات، أو رده على أوباما هو تذكير بهذه الملفات. أنا أعتقد أن الملفات الموجودة بين إيران والولايات المتحدة هي متعددة، ولكن بالنسبة للعراق المصالح الإيرانية والأمريكية تتجه في اتجاه واحد، ولكن في مسألة فلسطين والكيان الإسرائيلي هي متنافرين، ولن يكون هناك أي مصالح مشتركة وتكون هناك سياسات مخالفة جدا. وإذا يحل المسألة الفلسطينية أو الكيان الصهيوني من حالة الطرفين يصلون إلى حل وسط بالنسبة لذلك المسألة سينحل كل الملفات ومنها الملف النووي، لأن الملف الرئيسي لدى الولايات المتحدة هو أمن إسرائيل. وإذا إيران توافق على شيء بأن يضمن
الأمن الإسرائيلي ستكون هناك جميع الملفات محلولة. لاريجاني طلب أوباما بإرسال إشارات إيجابية، لماذا لا ترسل إيران الإشارات الإيجابية؟ أم أن رسالة محمود أحمد نجاد هي كافية لإرسال هذه الإشارات؟ إيران أكثر من مرة أرسلت رسالات للولايات المتحدة. الرسالة الأخيرة لأحمد نجاد هي ليست آخر رسالة التي أرسلت، أرسل من قبل 3 سنوات رسالة من جانب أحمد نجاد إلى جورج بوش، ولكن لم يتلقى أي رد من الطرف الأمريكي. وحتى الآن يعني نحن نعلم هو باقي الأوان أن نتكلم ماذا سيحدث لما يأخذ القرار أوباما في يناير، ولكن يبدو أن هناك التركيز الرئيسي للولايات المتحدة على الملفات الاقتصادية، ولم أنظر بأن في هذا الوقت أنه يستطيع أن يركز على المسألة الإيرانية والملف النووي. طيب سيد غول ابقى معي، ينضم إلينا من واشنطن.